سألت سمير طبعا. ليه بقى؟ هو خف الدم وبيعرف يتعامل ويعرف يتكلم، ويعني انا شايف هو امثل واحد انه يعمل برنامج ماله. كهربا. ليه بقى؟ عشان دمه خفيف وبيعمل فيديوهات كوميدي على الانستجرام. انا شايف انه سعد سمير هو الافضل، يعني هو بيعرف يعمل قالب كويس، يعني انا مش شايف غيره الصراحه. هو من زمان وهو على هو من زمان من اول ما جه نادي الاهلي كان بيحب يعمل قالب، لما ايام كابتن محمد بركات كان موجود. الكابتن مجدي قفشه يعني دمه خفيف جدا جدا وانسان بسيط جدا جدا وانا بحبه جدا. كهربا طبعا. ليه بقى؟ هو شقي كده يعني وبتاع مقالب فعلا يعني. اكيد طبعا كهربا. ليه بقى؟ عشان الحركه اللي هي بتاعت نين ايدي. قفشة اكيد. سعد سمير. ليه بقى؟ دمه خفيف، عنده كاريزما. كهربا. ليه بقى؟ عشان بيعمل مقالب في اصحابه كده، زي ما كان بركات ملك الحركات قبل كده، ان سعد يقدر يأدي كويس. ممكن سعد سمير، كهربا، يعني هم دولت اكتر اتنين من لعيبه الاهلي ممكن يقوموا بحاجه زي دي. سعد سمير عنده حته خفه الدم قوي زي محمد بركات، وهو على طول اصلا يعني مع اللعيبه اصلا كمان، فعلى طول الوش بتاعه كمان حلو قوي في حته الكاميرا والمقالب اللي بيعملها، ولما بيطلع يتكلم حتى في اي برنامج او كده يعني.